السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث الابتدائي، أهلا بكم مع درس 64 و65، الوقت والعلاقة بين الضرب والقسمة. الوقت يا أولاد، هناخد الساعة، ننظر إلى عقارب الساعة، نكتب الوقت الذي تشير إليه الساعة. الساعة دلوقتي كام يا أولاد؟ العقرب الصغير ده هو بتاع الساعات، بتاع الساعات. هنلاقي الساعة دي مرقمة من 1 2 3 4 لغاية 12، 12 ساعة صباحا و12 ساعة مساء، اللي هم بتوع اليوم. يعني اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه كم ساعة؟ 24 ساعة اهو. اليوم فيه 24 ساعة. طيب الساعة تساوي 60 دقيقة، 60 دقيقة في الساعة. الثانية الدقيقة، الدقيقة فيها 60 ثانية، الدقيقة الواحدة فيها 60 ثانية. طيب نصف اليوم، نصف اليوم او نصف اليوم، اليوم فيه 24 ساعة، يبقى نصف اليوم فيه كم ساعة؟ فيه 12 ساعة. فيه 12 ايه؟ ساعة. هنا بيقول لي عاوزين نشوف الساعة كده كام بالظبط. عقرب الساعات ده هو مشاور على 2، يبقى الساعة 2. طب وكم دقيقة؟ شوف يا ولاد، بين الساعة والساعة 5 دقايق، بين الساعة والساعة 5 دقايق. هنعدهم كده هنلاقيهم 60 دقيقة. ادي 5 10 15، انا عدد من عند ال 12. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60. وصلت عند ال 12 اللي بدأت من عندها ب 60 دقيقة. العقرب الكبير ده هو ده اسمه عقرب الدقائق. العقرب الصغير هنا مشاور على 2 اهو، 2 وشوية، طالع بعد ال 2 بشوية ناحية الثلاثة. طالع عند فين؟ عند ال 4. طب ال 4 دي يعني كام دقيقة؟ ادي 5 10 15 20 دقيقة. وكم دقيقة كمان؟ وكم ثانية؟ ادي دقيقة وادي دقيقة، يبقى دقيقتين، 22 دقيقة. يبقى الساعة دلوقتي 2 و22 دقيقة اهو يا ولاد، موضحها اهو. عند العشرين دقيقة وادي دقيقة اهي، ودي كمان دقيقة. بيبقى في عقرب كمان هنا طويل كده ورفيع، عقرب ثواني، ده بيلف بسرعة 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 بسرعة، اسمه عقرب الثواني. طيب بيقول لي هنا لون الوقت الذي تشير إليه عقارب الساعة. تعال نشوف كده العقارب بتشير لإيه. بتشير إلى 2، أدي 12، 1، 2، 2 وكم دقيقة؟ تعالى من عند ال 12 وعد، ادي 5 10 15 20 22 دقيقة. الساعة 22 دقيقة. 20 دقيقة يعني ايه؟ يعني تلت. عارفين 22 دقيقة، 4 و10 دقائق، 2 و4 دقائق، بختار 22 دقيقة. طيب هنا بيقول لي الساعة كام؟ نشوف الساعة كام هنا. الساعة هنا يا ولاد عند 6، عقرب الساعات اهو عند 6، بين 6 وبين 7. 6 وكام؟ تعال نشوف كده كام دقيقة. تعال من عند ال 12، ادي 5 10 15 20 25 30 ودقيقة، دقيقتين اهم. الساعة 7 ودقيقتين، لأن عقرب الدقايق طالع إيه؟ بعد 6، بعد 30 دقيقة. أعطيني 37 دقيقة.
أعطيني 7 و6 دقايق، أعطيني 7 و32 دقيقة، بختار 7 و32 دقيقة. درس الساعات ده يعني درس ما فيش فيه حاجة، درس سهل جدا، وأي ساعة عندك إيه هتتعلم عليها أو هتعرفها. يعني كلنا بنعرف الساعات. بيقول لي هنا لون الساعات التي تمثل الوقت. الساعة 9 و42 دقيقة. طيب ادي الساعة 9 اهي، وعقرب الساعات اهو 42 دقيقة. طب هنا عند كام؟ هنا عند ساعة عند 10، تبقى دي لا هلون دي. طيب هنا الساعة كام؟ 11 و58 دقيقة. طيب الساعة هنا كام؟ هنا 11، وادي 30 دقيقة، 35، 40، 49 دقيقة. لا هي دي 11 و 58 دقيقة، يعني الساعة 12 إلا دقيقتين أهي، 12 إلا دقيقتين. هلون دي. خلاص يا أولاد، نشوف الدرس بقى العلاقة بين الضرب والقسمة. يلا شكرا.